السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل كده عن السكتة الدماغية وقلنا إنها جلطة ونزيف. النهاردة هنتكلم عن دور الأشعة التشخيصية في موضوع الجلطة أو موضوع النزيف، موضوع السكتة الدماغية. الأشعة التشخيصية دورها مهم جدا جدا في موضوع السكتة الدماغية، لأن إحنا زي ما قلنا السكتة الدماغية دي جلطة ونزيف، ما بنفرقش بينهم غير بالأشعة المقطعية. فأي عيان بتيجي عليه أعراض السكتة الدماغية سواء كان نزيف أو عنده جلطة ما بقدرش أفرق بينهم، الأعراض متشابهة 100%، واحد رجله تقيلة وإيده تقيلة، أو واحد ما بيتكلمش، أو واحد فاقد الاتزان، كل هذه أعراض السكتة الدماغية يا إما جلطة أو نزيف ما بفرقش بينهم غير بالأشعة المقطعية. اي عيان بتجي له الاعراض دي لازم بسرعه يعمل الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه هي دورها انها بتقول لي ده نزيف او ديتي جلطه، جلطه في المخ او نزيف في المخ. النزيف في المخ بيبان من اول لحظه، بتبان الاشعه بتقول ان العيان ده في نزيف في المخ. واما الجلطه فما بتبانش غير بعد يا اما 24 ساعه او 48 ساعه، متوسط 36 ساعه. بس طبعا في عوامل بتحكم سرعه ظهور الجلطه الدماغيه في الاشعه المقطعيه، يعني مثلا عيان عنده السكر بتظهر الجلطه الدماغيه فيه بمعدل عالي، عيان كبير السن بتظهر الجلطه الدماغيه بمعدل عالي، عيان عنده الضغط بتظهر السكته الدماغيه عنده بمعدل عالي، عيان النظام الغذائي بتاعه سيء بتظهر الجلطة الدماغية في الأشعة المقطعية بمعدل سريع جدا. فأي عيان نعمل له إشعة وتطلع الأشعة سليمة فديتي يا إما جلطة أو قصور في الدورة الدموية الدماغية. وفي الحالة دي بنتعامل مع الحالة على أساس إنها جلطة في المخ، ما بنتعاملش على أساس إنها سواء سكتة سواء إنها جلطة أو قصور في الدورة الدموية المخية. فديتي كله بيتعامل على أساس واحد، العلاج بتاعه متشابه بدرجة كبيرة. العيان السكتة الدماغية طبعا أول حاجة بنعملها له الأشعة المقطعية، لكن بعد كده لازم في فحوصات تانية وفي تحاليل تانية وفي إشاعات تانية. الأشعة المقطعية لمريض السكتة الدماغية دي ألف ب، يعني أول خطوة في موضوع تشخيص الحالة. وتشخيص الحالة ما اكتشفناش بالأشعة المقطعية بس، ده لا لسه لازم نشوف فيها السبب إيه اللي دخله في القصة دي. هيحتاج أشعة تلفزيونية على القلب، هيحتاج أشعة تلفزيونية على شرايين الرقبة، هيحتاج فحوصات تانية، وظائف كبد، وظائف كلى، صورة الدم، سرعة الترسيب، عوامل التجلط، كل الحاجات دي عوامل كثيرة بيعملها مريض السكتة الدماغية. وطبعا ممكن يحتاج إلى رنين وأشعة على شرايين المخ، الشرايين وعلى الأوردي، كلها بتبقى فحوصات كثيرة جدا عشان أتوصل للسبب، وخاصة في الجماعة صغار السن. في الجماعة صغار السن الموضوع بيكون يعني مهم جدا إن أنا أتوصل إلى سبب، ويكون التوصل للسبب في صغار السن بيكون صعب جدا. فأي عيان بتجي له سكتة دماغية فانت ريح دماغك من الاول واعمل اشعة مقطعية وانت ورايح للدكتور عشان تكسب وقت، ان اما ما تسيبهوش توديه للدكتور وتشوف الدنيا، لا اعمل له اشعة مقطعية في بسرعة قبل ما تروح للدكتور عشان تكسب وقت ونعرف ناخذ العلاج، لان السكتة الدماغية وخاصة الجلطة دلوقتي ليها علاج، والعيان بعد 90 يوم بيرجع طبيعي تماما بعد العلاجات اللي هي المتاحة حاليا، مذيبات الجلطة اللي بتتعدى في مراكز معينة وبعض المناطق ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم ويكون فيها القسطرة المخية اللي بتسحبوا بيها الجلطة اللي بتكون في الشرايين الكبرى اللي في المخ، والموضوع ده يتوفر في كل مكان. فالأشعة المقطعية لمريض السكتة الدماغية في قمة الأهمية ولازم تتعمل لأي مريض تيجي له أعراض السكتة الدماغية. فيا رب إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو ده، وإن شاء الله نتقابل في فيديو ثاني إن شاء الله بإذن الله.